بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما صدق الله العظيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم ربنا وأدخلهم جنات ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح
ربنا وأدخلهم جنات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح صدق الله العظيم. ربنا وأدخلهم جنات جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات وقهم السيئات ومتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. كان جزيلا والكريما.
تلا على لسان حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ صلاح محمد دراز قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم والمعروف بكفر بولي وكل من حضرات الاعزاء كان سعيد مشكوك.